انا راه متنكدبش، انا متنكدبش، قاعد حاجه عندي هي الكذوب. انت لانه عندك الجدول ديال الحفلات ديالي، قلتي هكا هي في الفنادق، فنادق بعيده ما يمكنش توصل الاخبار، ويمكنش انا دير حتى شي رياكشن. انا اقسم بالله كون كانت هاد الخيانه، لانه حتى ولو انا كنحترم القضاء وكلمته فوق راسي انه ما كاينش خيانه، لانه كاين شروط معينه، وانما بمجرد انا مراه مغربيه، العيالات انتم اللي غتفهموني، بمجرد انه راجلي بارك مع وحده في داري، في قاع داري، من 8 د العشيه 3 الصباح نتوما باقيين في قاع داري، والخمر والقوارو وحويجي وشميز قميص وسليب وعشاء عمل كما قالت هي، وركب لها خو الخالي في رجليها ديال الذهب. شنو هذا عشاء العمل؟ انا صراحه ما نعيا نفسر هذا العشاء ديال العمل، وما غيبغيش يتفسر ليا. نعيا نبغي نقنع راسي بانه عشاء عمل، ما غيبغيش يتفسر ليا. انا كنهضر على امراه، امراه مغربيه ما كترضاش بالاهانه، كتشوف امراه داخله ليها لدارها، لقاع دارها، وباركه وهزه قاروها والخمر وحويجي وخو الخال ديالي فرجل وحده غريبه، اش غنسميها هذه؟ انا كمراه مغربيه هذه خيانه، راجلي مع وحده، ما هي كونفرساسيون غنمض عليها عينيا؟ ما هي الحوايج الاخرين اللي كنت كنغمض عليهم عينيا حيت ماشي في قاع داري وكنقول ماشي مشكل؟ ما شوها بلاش، عندي بنتي تدخل تتشوف يوتيوب تتفهم بلاش، وتنغمض عينيا وتنقول دنيا ديري براسك ما شتي والو، كندير براسي ما شتي والو، ولكن الرياكشن اللي كانت خيانتك والله ما كتهمني ولا تهز الشعره مني، لانه انا بالفعايل ديالك اللي بحال هاد الامور وكانت خارج الدار ديالي عليها، وعلى مجموعه ديال الامور اللي غادي يكتشفها الراي العام من بعد، اللي كنقول لكم حقيقه اللي غتعرفوها من بعد، وفي اخر المطاف واخر هاد المسلسل اللي ما بغاش يتقادى، اللي عياوني به، عياوني بالمؤامرات، عياوني بالخبط اللي انا ما كبرتش فيه، ما كنفهمش فيه، عندي قلب ديال الدري الصغار، بقى نتايا معاكم من الصباح حتى العشيه، وتجي عندي وتبوسني ونبوسك ونعنقك، والله يعاون الله يعاون، ما كنهزش في قلبي. ولكن على ديك الامور اللي كانت كتوقع وانا تيوصلني، وما تنبغيش نمشي لهذاك المكان باش من اول حاجه ما نطيحش من راسي، انا فنانه كبيره نجي انا ندخل على واحد مع وحده، هذا الشيء كينقص مني، انا ما عندي ما ندير به. هذه الامور اللي كنت انا كنخفيها اوكي، واللي من بعد طلبت على قبلها طلاق شقاق، انت في هذه اللحظه اللي طلبت فيها طلب الشقاق انت ما بقيتيش كتهمني، دير اللي بغيتي. اقسم بالله لو كانت هذه الخيانه الزوجيه، لانني انا امراه راجلي مع وحده في الداخل كنعتبرها خيانه زوجيه، القضاء كنحترمه وكل شيء، فعلا ما كاينه الشروط بالنسبه لكم، ولكن بالنسبه لي انا بمجرد انه تابعوا بالتحريض على الدعاره، تحريض على الدعاره والسرقه، الا ويثبت انه كانوا داخل داري خداو لي حويجي، كيتبرع بحويجي، كان مع السيده، كاين ما يوثق انه معاها السيده بشوميز وسليب وكتكمي في الكارو ديالها والبيره محطوطه، وهذا مايمكنش تكذب عليا، تكذب على الملايين، تكذب على راسك، تخرجوا بتصريحات تكذبوا على الصحافه، كي ما تكذبش عليا، نقول لك علاش ما تكذبش عليا. بات ولادي ملي كنت انا في الفنادق بركان عليا ما بيا، كيجيني واحد الاتصال ما
ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه ما سته ما سبعه ما ثمانيه، رقم ما تنعرفوش، رقم غريب جدا. كان جاوب على هذا الرقم تيقول لي اختي الله يجازيك بخير، راه الزوج ديالك مع وحده في الدار في الشقه ديالكم. تنقول لا لا ما يمكنش، لا وقيلا غير تغلط ليك، لا وقيلا الراجل ديالك مع وحده صغيره في لاج. انا الحشم وحدك بنتي، والله حتى الحشم انا ما عرفتش هذاك وجهكم ولا كفاكم، والله ما عرفت. ما علينا، مع وحده في الشقه. كنقول يا خويا غير تاكد، راه ما يمكنش ما يمكنش الشقه ديالي ما يمكنش، قدر لو برا ممكن، لانه من بعد ما طلبت الطلاق وهذا بداو البنات تيطلعوا تيقول لي واش انت ما عارفاش الراجل كاش يدير واش يدير واش يدير واش انت ما عارفاش. تنقول لهم الله يجازيكم بخير، ما باغي نعرف حتى شي حاجه، خليوني في حالي اللي فيه يكفيني. طلبت طلب الشقاق نزيدكم، لانه الكارو كان غيتخشى ليا في عينيا لو ما ضربت لي يدي، انه انا تنتدفع وتنتقش قدام بناتي وبناتي تيغوتو تيبكيو ماما ماما والغوات نايض على هادشي الطلاق. ولانه كانوا كيوصلوني بزاف، ما مره ما جوج راجلك في الاوتيل الفلاني، راجلك في الاوتيل الفلاني مع فلانه، راجلك في دون، وكيحسب ليه بانه ملي كيحط ليهم التليفون ديالهم في لا ريسبسيون باش ملي يكون معاهم الفوق ما يصوروش، راه انا ما غيوصلني والو. انا كنت كنغض النظر، عندي بنيات وما كانش كنبين، تعتبروه قوه ولكن الله اللي عالم. يمكن النساء اللي كيتابعوني ومروا من هاد الامور هما اللي يفهموني. من بعد انا غادا للعرس، تخيلوا في الخدمه ديالي شاده تليفوني كنقول لي خويا انا ما يمكنش لي واش انت معاهم في الدار داخل.